الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين، أغثنا توكلنا عليك يا رب العالمين، ونفوض أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله. رابطة شريفة. فاتحة شريفة. صلوات شريفة. ألم نشرح لك شريفة.
إخلاص شريف. 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 فاتحة شريفة. صلوات شريفة. يا قاضي الحاجات. يا مجيب الدعوات. يا كاشف المهمات. يا دافع البليات. يا شافي الأمراض. يا مكيد الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المبعوث إلى كافة الثقلين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بلغ اللهم وأوصل ثواب هذه الختمة الشريفة المباركة
بعد القبول منا هدية زيادة في شرف شمس النبيين وقمر المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله وسلامه ورحمته عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليهم أجمعين وخصوصا إلى روح الشفيق الرفيق حضرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنا بجاهه وإلى روح المعدود من آل بيت الرسول سلمان الفارسي المكرم المقبول رضي الله تعالى عنه وعنا بجاهه وإلى روح الذي هو من الفقهاء السبع قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنا بجاهه وإلى روح الذي بالحق ناطق الإمام جعفر الصادق قدس سره وإلى روح قطبنا ميسامي سلطان الأولياء مولانا الشيخ أبي يزيد البسطامي قدس سره وإلى روح الغوث الصمداني مولانا الشيخ أبي حسن الخرقاني قدس سره وإلى روح رحيق الحب الصمدي قطب الأولياء مولانا الشيخ أبي علي الفارمدي قدس سره وإلى روح الإمام الرباني مولانا الشيخ يوسف الهمداني قدس سره وإلى روح الغوث الصمداني مولانا الشيخ عبد الخالق الغزدواني قدس سره وإلى روح المنسلخ عن الحجاب البشري قطب الأولياء مولانا الشيخ عارف الريغلي قدس سره وإلى روح المعرض عن المراد الدنيوي والأخروي مولانا الشيخ مولانا الشيخ محمود الإنجيري الفغنوي قدس سره وإلى روح الواله في محبة مولاه الغني المعروف بحضرة عزيزان خواجي علي الرامتني قدس سره وإلى روح خواجي حق شيناسي مولانا الشيخ محمد البابا سماسي قدس سره وإلى روح منبع المعارف والكمال حضرة الأمير السيد كلال قدس سره وإلى روح شيخنا وملاذنا ذي الفيض الجاري مولانا الشيخ محمد الأويسي البخاري قدس سره وإلى روح منبع العجائب والأسرار قطب الأقطاب مولانا الشيخ علاء الدين العطار قدس سره وإلى روح مورد عنايات الباري مولانا الشيخ يعقوب الشرقي الحصاري قدس سره وإلى روح مقوي المشرب النقشبندي مولانا الشيخ عبيد الله السمرقندي قدس سره وإلى روح الراكع الساجد مولانا الشيخ محمد الزاهد قدس سره وإلى روح فيري ممجد مولانا الدرويش محمد قدس سره وإلى روح خلف أزباجك خواجي أمل نبي قدس سره وإلى روح الذي هو لماء المحبة ساقي مولانا الشيخ محمد الباقي قدس سره وإلى روح الإمام الرباني المجدد الألف الثاني مولانا الشيخ أحمد الفاروق السرهندي قدس سره
وإلى روح أمين السر المكتوم العروة الوثقى مولانا الشيخ محمد المعصوم قدس سره، وإلى روح من أرباب عين اليقين قطب الأولياء مولانا الشيخ سيف الدين قدس سره، وإلى روح المتشرف بالتجلي الذات والصفات والشؤون السيد نور مولانا الشيخ محمد البدواني قدس سره، وإلى روح المعلى المزكى المصفى المطهر حبيب الله شمس الدين جانان المظهر قدس سره، وإلى روح الجامع بين الكمال الصوري والمعنوي مولانا الشيخ عبد الله الدهلوي قدس سره، وإلى روح رحلة الأبدان والأوتاد غوث الثقلين مولانا الشيخ خالد ذي الجناحين قدس سره، وإلى روح محبوب الرب الرحيم مولانا الشيخ إبراهيم قدس سره، وإلى روح الشيخ الأبهري صاحب الوجه القمري مولانا الشيخ خالد الجزري قدس سره، وإلى روح التقي النقي المتزين بالنور القدسي مولانا الشيخ صالح السبكي قدس سره، وإلى روح شيخنا الفاني في الله والباقي بالله القطب الرباني مولانا الشيخ حسن النوراني قدس سره، وإلى روح المسكر بشراب محبة الباري مولانا الشيخ قاسم الهادي قدس سره، وإلى روح غواص بحر علم اليقين مولانا الشيخ عيسى أبي شمس الدين قدس سره، وإلى روح القطب الرباني مولانا الشيخ محمد أمين الكردي الزملكاني قدس سره، وإلى روح قطب العارفين وغوث الواصلين تاج الكاملين إمام المحققين ملجئ الخلق إلى الحقيقة والدين مولانا الشيخ محمد أمين قدس الله سره العزيز، وأفاض علينا كما أفاض على المسلمين أنواره وبره، وإلى روح قطب العارفين وغوث الواصلين تاج الكاملين إمام المحققين إمام وقته وفريد عصره ذي الجناحين شيخنا وأستاذنا وملاذنا وحبيبنا ومرشدنا وقرة أعيننا ريحانة قلوب العارفين مولانا ابن الشيخ محمد أمين قدس الله سره العزيز، وأفاض علينا كما أفاض على العالمين أنواره وبره، وإلى روح من أجازنا وأجاز مشايخنا وأرواح كل من السادات والخلفاء والمريدين والمحبين والمحبوبين والمنسوبين والمعتقدين لهذه الطريقة العلية النقشبندية وسائر الطرق، وخصوصا القادرية والكبروية والسهروردية والجشتية قدس الله أسرار أهاليها العلية أجمعين، اللهم اجعل ثواب ذلك في صحيفة أعمال كل، وارفع بها في أعلى عليين منزلة كل، وأفض علينا من بركات كل، ولا تحرمنا من كرامات كل، وأتمم لنا سلوك الطريقة والشريعة، ووفقنا لمرضات شيخنا وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وارزقنا البقاء بك بعد الفناء فيك على قدم ساداتنا السالكين فيها، ويسر لنا طريق العلم والعمل، وافتح علينا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجذبنا بمحبتك إلى محبة أوليائك
وارزقنا التوفيق والاستقامة على طاعتك وعلى هذه الطريقة العلية النقشبندية، واجز حضرة مولانا وخلفاءه عنا خير الجزاء، وزد في إحسانهم وإكرامهم وعلو درجاتهم وضاعف أجرهم، وأحي بهم السنة والشريعة والطريقة المحمدية، وزد إخلاصنا وشوقنا في حقهم يوما فيوما وساعة فساعة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالعافية رددته، ولا عدوا للمسلمين إلا أهلكته ودمرته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأجسامنا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصل يا رب وسل حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. بالله صدق الله مولانا خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات عليه وعليهم
محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من عرب وعجمي. محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من عرب وعجمي. محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من عرب وعجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. ربنا تقبلها منا ولا تردها علينا بحرمة سورة الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على أشرف المخلوقات سيدنا محمد صلوات